مساء الخير واهلا بكم في المصري افندي 360. برحب بزميلتي العزيزه دينا عبد الكريم. ازيك يا دينا؟ اهلا بك يا احمد، يوم جميل، نهايه الاسبوع. اهلا بكم كمان مشاهدينا. اهلا بك. جرت العاده ان في برامج التوك شو والنشرات الاخباريه واي برنامج جاد انه يبدا الحلقه بالحديث او يعني بالاحداث السياسيه والاحداث الكبرى والحروب والنزاعات، ولكن النهارده ما لقيناش اهم من مشكله مصر الاولى نبدا بيها. مشكلتنا الاولى بجميع، يعني بصوا، كشفنا عند كل الاطباء على راي الله يرحمه حسن الاسمر، كل الاطباء قالوا لنا هو مرض واحد لازم نعالجه الاول، التعليم. هي مشكله الساعه. من خلال اليومين اللي فاتوا كان الدكتور طارق شوقي والدكتور خالد عبد الغفار والاستاذ العالم الكبير دكتور فاروق الباز كان لهم مؤتمر. لاول مره نسمع في المؤتمر يعني حد بقى بيشرح، الجراح شغال وبيقول لك الحاله بمنتهى الشفافيه، يعني مفيش تطبيل، مفيش تلزيق، مفيش طبطبه. وزير التعليم لاول مره بيصرح ان احنا يعني مش عايز اقول فاشلين، بس احنا ماشيين غلط تماما. قال امثله كتير جدا تعبر عن الحاله المترديه للتعليم المصري. قال لك احنا زي بيت قديم وعايزين نعمل برج، هل ينفع نحول البيت ده لبرج؟ مستحيل، احنا ممكن نحافظ على البيت ده ونبني برج، او ممكن نطور البيت ده ونحاول نوصل لنتيجه. ده حال التعليم في مصر. يكفي ان هو بدا يحط ايده على الحاجات اللي خلاص بقى بدانا، يعني ايه زي ما نقوله، ايه يمسك السلك المكهرب او يحط ايده في الشق اللي فيه التعابين والجحور، شق الدروس الخصوصيه اللي خلاص خنق الاسره المصريه. الاسره المصريه النهارده بتعاني كما لم تعاني من قبل، يعني كانت الاول دروس خصوصيه، النهارده اسعار وفواتير و و ويا ريتها بنتيجه. يا ريت الطالب بيدخل النهارده الجامعه ويتخرج منها يعتبر يعني منتج جيد. للاسف احنا معترفين انه بيطلع منتج غير صالح لسوق العمل. فيكفي ان احنا بدانا نخش في افكار جديده ان احنا نفك الثانويه العامه، لازم نكسر صنم الثانويه العامه. دي اول حاجه الوزير طارق شوقي صرح عنها وعجبت الناس جدا، احنا لازم نكسر بعبع الثانويه العامه بالتراكمي. يعني عارفه دينا الفكر التراكمي ده هو اللي فايتنا في مصر كلها، ان انت حقن مقويه، داخل امتحان يبقى موت نفسي واروح اخد مذكره ملك الكيمياء وعفريت الفيزياء والكلام اللي مش موجود في العالم كله غير في مصر. لازم نفك بعبع الثانويه العامه. بص، هو زي ما دي زاويه اللي انت بتتكلم منها، لكن في بعض الناس خدت جزء من التصريحات اللي احنا هنناقشها معاكم دلوقتي وحطوها كمصيبه جديده، والناس بتصرخ وتقول الحقونا دلوقتي دكتور طارق شوقي عايز يخلي الثانويه العامه بدل سنتين تبقى 3 سنين. يعني احنا بدل ما ندي لاولادنا دروس سنتين هنديهم دروس 3 سنين. والسؤال فعلا، لو وزير التربيه والتعليم عنده اعظم مقترح في الدنيا يخلي المجموع تراكمي وان النظام هيبقى فظيع، لكن الثانويه العامه 3 سنين، يبقى احنا فعلا بنفتح على البيوت ازمه كبيره. لكن احنا النهارده قلنا هنفكر بالعقل، هنشوف معاكم التصريحات اصلا معناها كده. مش ممكن يجي وزير تربيه وتعليم يقول الجمله دي في ظل الاوضاع التعليميه اللي موجوده دلوقتي. فبالتاكيد دكتور شوقي طارق شوقي مش هيقع في الغلطه دي. هي مش القصة انها بقت 3 سنين وبالمجموع ال3 سنين هتدخل كلية، زي مثلا نظام التعليم البريطاني مثلا، الناس بتتعلم الطريقة دي من التعليم. مش كده، لكن هنتكلم مع بعض في التفاصيل. لكن اللي احنا عايزين نقوله بس في البداية انه وزارة التربية والتعليم، احنا امبارح كنا بنناقش معاكم وديناها مساحة كبيرة خبر يخص برضو وزارة التربية والتعليم، لان هي لازم كلنا ندعمها الفترة دي، وفكرة دعم النوعية والكفاءات عند الموظفين، انه الدكتور طارق شوقي كان بيتكلم عن نوعية الموظفين الموجودين في الوزارة. نفسنا قوي رقم واحد وزارة التربية والتعليم تبقى زي وزارة البترول كده، يبقى اللي يشتغل في وزارة التربية والتعليم ده يساعده يا هناه. يعني نفسنا، انا اتمنى ان وزاره التربيه والتعليم يبقى الناس اللي فيها بتاخد احسن اجور واحسن بدلات ومكافئات، لانها تبقى وزاره مميزه. وزي ما كان طول عمرنا نفسنا في مشروع قومي للتعليم، عايزين مشروع قومي ندعمه كلنا. قولوا لنا نعمل ايه، قولوا لنا نساعد التعليم ازاي. ممكن ناخد دكتور كمال مغيث، اعتقد ان هو من الخبراء التربويين اللي كان عندهم يعني حلول كثيره للتعليم. دكتور كمال مساء الخير يا فندم. مساء الخير على سيادتك يا فندم وعلى الساده المشاهدين كلهم. دكتور كمال، عايزين نوضح للساده المشاهدين طبيعه التعديلات او يعني المشروع اللي بيدور في ذهن الوزير المهندس او الدكتور طارق شوقي والمقترحات اللي هو بيطرحها لتطوير التعليم. اتفضل يا فندم. اتفضل حضرتك. احنا عاوزين نسالك، احنا بنسال حضرتك يعني يا دكتور كمال. عايزين نطرح على الساده المشاهدين
هل الشكل الجديد ايه يا فندم؟ هل الثانويه العامه هتبقى 3 سنين والمجموع تراكمي يعني زادت علينا سنه جديده دروس؟ طب اسمعوني. اتفضل يا فندم. المقترحات اللي بيقترحها الوزير مقترحات كارثيه بتهدم ما بقي من التعليم المصري. ده كلام انا بقوله وانا مسؤول عنه. ليه يا فندم؟ ليه؟ التعليم قبل ما يكون ثانويه عامه وشاومينج ودوشه حوالين الامتحان قبل ما يكون ده، ولاد بتروح مدارس ومدارس منتظمه ومعلمين كويسين كواليفايد واخدين مرتبات تخليهم يحترموا المهنه ويحترموا المدرسه ويحترموا الطلاب، وعمليه تعليميه جيده المجتمع يثق فيها، واولاد بعد السنه الاولى والثانيه من المدرسه الابتدائيه بيعرفوا يقروا ويكتبوا، ان يقراوا ويكتبوا. مظبوط. وبعد كل ده تعالى بقى نتكلم في الثانويه العامه والجامعه. انا بتكلم منطقي ولا مش منطقي؟ لا مش منطقي يا فندم، مع احترامي لحضرتك، لان النهارده لو انا ههتم باولى ابتدائي يعني طالب الثانويه العامه بعد 14 سنه دراسه لسه هنبدا نطور دخول الجامعه، يبقى ده غير منطقي، لازم نصلح ده وده وده. طيب كويس، انا هتفق معاه. طيب ايه الوزير عمله علشان يكون عندك مدرس محترم يحترم نفسه ومدرسته وطلابه؟ ايه اللي اتعمل دورات تدريبيه في الفتره اللي فاتت لبعض المعلمين؟ لا خلينا نسمع من حضرتك. طب حضرتك قول لنا في نقط كده سريعه. يعني احنا بقالنا سنين طويله ما عندناش غير الوزير بيقول، ما فيش مره في برامج زي حضراتكم جبت المعلمين هم اللي يقولوا ايه المشاكل في التعليم. تمام. مثلا يعني حضرتك بتتكلم على اول رقم واحد طبيعه المدرس او كفاءه المدرس. المدرس والمدرسه. طيب. ومدرسه كفؤه وجيده ومدرسه الاولاد بيروحوا وانشطه ومناهج حديثه، وبعد كده نتكلم عن نظام التعليم في الثانويه العامه. انا اظن ده يبقى الكلام المنطقي. سؤال صغير استاذ كمال، حضرتك تعتقد انه المدرس والمدرسه والمناهج تاخد كام سنه عشان يحصل تطوير حقيقي ونقله نوعيه؟ تاخد سنه واحده لما يتقال السنه دي ان احنا قررنا رفع مرتبات المدرسين لكذا، تاخد سنه واحده. لما نزود المدرسين مرتبات ونقول لهم قصاد هذه المرتبات عايزين حضور عايزين انتظام هنقيم نتائجكم، تاخد سنه واحده. تمام. اتفضل يا فندم. يعني يا فندم حضرتك يعني بتربط تطوير التعليم فقط بزياده مرتبات المدرسين اولا؟ لا 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 مش صحيح، لا مش صحيح. بس انا عارف اللي قلت الكلام ده. انا عارف ان المدرس هو اساس العمليه التعليميه. طبعا ومن غير مدرس انت بقى لا تقول لي النظام الدنماركي، النظام الياباني، النظام الانجليزي، كل ده كلام فارغ. طب سؤال استاذ كمال، حضرتك قريت المقترحات الجديده اللي بتقول؟ قريتها طبعا واتكلمت عنها 50 مره. طيب انا هسال على نقطه واحده فيها، انه المقترح بيقول انه الثانويه العامه ملهاش علاقه بالقبول في الجامعات ومجموع درجاتها تقديري ومش بالارقام. لحظه يا فندم. لحظه. ايوه فندم اتفضل. بسال حضرتك المقترح ده اللي انا بقوله انه كارثي. الوزير عايز يريح الناس من مذبحه الثانويه العامه. تمام. وعايز يريح الناس من قضيه شاومينج، وعايز يخلي الضغط والعبء على الناس قليل. فبيقرر انه الثانويه العامه تتوزع على 3 سنين وانها ما توديش لدخول الجامعه. فخلاص انت تتعب ليه وتتعب مع اولادك ليه وتحوش ليه ونعمل هيصه على الامتحان ليه؟ وانا اطالب بتحسين حال المعلمين وحال المدارس ليه طالما انها مش هتودي للجامعه؟ وتيجي للجامعه بقى، الجامعه اختبارات قبول، كليه الطب بتقول انا هاخد 150 شاب بس، متشكرين مع السلامه، يلا ربنا معاك. طب والكلام ده يزعل فيه يا فندم؟ مش احسن ما تبقى مسابقه، او انا النهارده عندي واحد موهوب في الفنون الجميله او واحد موهوب في الفيزياء ويسقط في العربي او يجيب درجه ضعيفه في العربي ومستقبله يضيع كراجل كان ممكن يبقى عالم فيزياء، ده العالم كله شغال كده. ايه المانع؟ صحيح. طب ما فيش مانع، بس برضه ما انت كمان لازم تقول لي ايه المنطق ان اللي يجيب 55% في علمي تقول لي ان من حقه يقدم طب؟ مستحيل القدرات العقليه للي هيجيب 55% انه ينجح في امتحان القبول في طب الا لو هو
عبقري احياء مثلا، ودي حاجه تبقى حاله في كل مليون حاله، وفاشل في لا كل حاله. ما فيش، بص يا فندم، ما فيش نظام تعليم في الدنيا بيقول لك انا ماليش دعوه بخبرتك التعليميه السابقه. انا افهم ان نظام تعليم يقول لك انا البكالوريا بتاعتك دي بديها ويت 70% 50% مع اختبارات القبول مع مقابله شخصيه مع مستوى رفيع، ده كلام معقول. انما اني الغي كل الخبره السابقه ده ما فيش نظام في الدنيا بيقول كده. واحنا ما تاكدناش تماما من ده، يعني اتمنى ان حضرتك بالظبط اللي احنا متاكدين بالظبط، لان احنا مش متاكدين من ده، والوزير بيطرح افكار واحلام، انما اللي احنا متاكدين منه دلوقتي ان ولادنا بتوصل لغايه سته ابتدائي من غير ما تعرف تقرا وتكتب. ده مظبوط، يبقى هو ده اللي كان المفروض يهتم بيه الوزير. انا موافق حضرتك على ده، ومشكورك شكرا جزيلا الاستاذ كمال مغيث الخبير التعليم. شايف يا احمد، هي الفكره كده، احنا دلوقتي قدمنا طرح. انا عايزه بس اناقشك في اللي قاله استاذ كمال دلوقتي. هو الراجل هو عنده نقط فيها وجهه نظر. احنا قدمنا وزير التربيه والتعليم قدم طرح مقترح يا جماعه، والخناقه قامت، وكلنا دلوقتي كل واحد تخيل شكل البيوت هيبقى عامل ازاي لو انا عندي ثانويه عامه 3 سنين. وفكره عدم ربطها بالقبول في الجامعات هي فكره تبدو في ظاهرها جميله، لكنها معناها انه ايه؟ في عندي كام 250 الف طالب بيطلع من ثانويه عامه، كام الف تقريبا، فكام واحد؟ انا شايفه في نص القرار انه مثلا كليه صيدله هتقبل 500 طالب، يبقى احنا هنتحول زي امريكا بقى وبقيه البلاد اللي مش كل الناس عندنا بتدخل. طب هو احنا نطول نتحول زي امريكا وبقيه البلاد؟ لا، دي حاجه على فكره لطيفه. احنا بس عايزين نناقش. اصل عارفه، ما تزعليش مني، انت بترددي الفزاعه اللي بدات تظهر اليومين دول، الحقوا اللي هيخلوا ثانويه عامه 3 سنين اطلاقا. الموضوع مش كده خالص. هو الفكره الراجل ببساطه شديده، التعليم يا جماعه في لو هم 200 دوله في العالم ولا 190، التعليم لو هم 200 في 199 دوله كوم، واللي في مصر ده كوم تاني. مصر التعليم فيها هدفه مختلف تماما. التعليم هو اكتساب مهارات الطالب، التعليم هو عماره بتبنيها دور ورا دور ورا دور. الدكتور كمال مغيث وكامل الاحترام له، ولكنه كان في العصر القديم الذي يعني ال 30 سنه مع احترامي ليه اللي ما تقدمش فيهم حاجه، واللي احنا وصلنا فيهم للكلام ده، وتوالى وزراء خافوا يجوا جنب بعض على الثانويه العامه. لابد من القضاء على الثانويه العامه، والمدرسين مع كامل الاحترام هم لازم طبعا يعيشوا عيشه كريمه، والمدرس دي ارقى مهنه في الدنيا، المعلم ده في اي بلد متقدمه. في المانيا المدرس بياخد اكتر من الدكتور، عشان بس نبقى متفقين. لكن ما هو في مدرس خصوصي النهارده بيكسب 1,000,000 جنيه في الشهر. هو ده لما تدي له 5,000 و10,000، ولا تعمل له كادر قد رئيس الجمهوريه يقبض، برضه هيفضل يدي دروس. فالحل هو اصلاح النظام التعليمي نفسه. الحل هو زي ما الدكتور طارق شوقي بيتكلم، تعالى نتكلم فعلا في المقترحات واحده واحده، يعني انا عايز اطرح المناهج ونشرحها ببساطه، او احنا نقول انه ده تقريبا هو ده الحوار المجتمعي اللي احنا عايزين نبقى بنشارك فيه ونبقى جزء منه. ايه مقترحات دكتور طارق شوقي؟ اولا انه الثانويه العامه تبقى شهاده خلصت خلاص، ودرجاتها او التقديرات اللي بياخدها الطالب هي مقبول وامتياز. اشك في دي برضه، معلش، اصل في حاجه بالمنطق. لا، اصل هو لسه راجل ما طلعش حاجه رسمي. كل دي مقترحات اعتقد انها مطلوب انها تبقى زي البكالوريا بتاعت زمان، لما كان في الافلام بتاعت حسين صدقي، وكان يبقى الطالب في ثانويه عامه لابس بدله وطربوش وباشا كده، ده اللي اسمه البكالوريا، ان هو يقدر يشتغل بشهاده الثانويه العامه. بالظبط. لكن اعتقد ان هيتقال مثلا عايز تخش كليات كذا لازم حد ادنى مثلا يبقى في يعني مسافه واسعه قوي للحد الادنى، مثلا فوق 70% عايز تخش. لا، انا متهيألي مقبول وامتياز وجيد وجيد جدا، ده معيار. يعني اللي جايب مقبول مش هيقدم في طب، يعني الديبيت اللي حصل بينك وبين استاذ كمال، يعني اكيد مقبول وجيد وجيد جدا دي ليها معنى، فهي هتبقى ليها معنى. احنا بنحط ايدينا على دي المقترحات يا جماعه عشان الايجابي ندعمه، واللي مش هينفع واللي احنا عارفين انه تطبيقه هيبقى صعب. بصي، اللي احلى من كده مثلا بيقول لك ايه، كل طالب هيبقى له ملف في ثانويه، في اولى ثانوي هيتحط فيه كل ملاحظات المعلم عن مهاراته، هيتحط فيه الراجل ده بيكتب حلو، الراجل ده عنده حس فني، الراجل ده في الفيزياء عبقري، بحيث ان انا اقدر اوجهه او اقدر اساعده في دي. التقييمات هتيجي من المحافظات التانية. ننزل على الواقع؟ يعني استاذ محمود اللي في مدرسه مش عارفه اكس 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 في اي مكان، الاخلاق الحميده، مع احترامنا الشديد لكل الاساتذه الافاضل، بس احنا عارفين ان في اساتذه ما هماش مثلا عندهم الوعي التكنولوجي مثلا. القصه دي بتقول لك انه الطالب هيبقى عنده فولدر كده او فايل مكتوب عليه مهارات وبتاع، الفصل اللي فيه 80 طالب
هيبقى المدرس عارف انه حسن وانه احمد عندهم مهارات وهيبقى بيكتب. ما هو ما عندوش بقى الدش بتاع زمان بقى. ما هو هو قال لك هقلل كميه العلوم والحاجات التجارب الميتافيزيقيه ده المقترح ان مفيش منهج اصلا. أيوة. ان انت هتبحث. وهو يا جماعه على فكره بس عشان محدش يضحك عليكم، هو ده مش اختراع، ده النظام الامريكي. النظام الامريكي السات نفسه في رياضه وانجليزي بس مادتين طبعا انت عارفه كده، عباره عن مادتين اساسيات الحياه، اساسيات التعلم في الحياه. بالظبط. وبعد كده الواحد يتعلم بقى يجتهد. التعليم البريطاني الحصه الولاد ما عندهاش منهج، الحصه ان الولد بيقول له ايه رايك في الموضوع الفلاني، ايه رايك مثلا حصل موقف انت شايفه ازاي، يطلع الولد قدام صحابه يتعود بقى يبقى عنده طلاقه ولباقه ويشرح الموضوع واصحابه يناقشوه والمدرس قاعد يتفرج. دنيا تانية. ده احنا ما عندناش تعليم يا جدعان والله. بس التعليم البريطاني عندنا خلاص مصرناه الحمد لله، بقى كله حفظ ودش وحاجات لطيفه جدا عملناه يعني. عايزين نقول انا احيي الوزير طارق شوقي يا جماعه. دينا انا بحب الراجل ده. سيبيني عليهم بس. اي حد يوقف قطار التعليم في مصر افرموه. طيب نقول الحته المرعبه بس، دكتور طارق شوقي احنا بندعمه من اليوم الاول، ومش بندعمه بشكل شخصي لانه هو دكتور طارق شوقي احنا حبيناه كده، لكن احنا بندعمه لمن هو، يعني زي ما بيتقال كده بالانجلش فور هو هي از، انه احنا شايفين ان ده راجل عنده كفاءه، وانه اخيرا جالنا شخص عنده الكفاءات والمؤهلات اللي تقول ان ده شخص يجلس على قمه النظام التعليمي. احنا عايزينه ينجح. لو قدم مقترحات جيده لازم ندعمها. استاذ الدكتور طارق شوقي ما يهمكش تسوق افندي، نصيحه من احمد اخوك الصغير. طب نشوف الحته المرعبه. ما تخافش يعني الحته رجاء. المرعبه ان كل كليه هتقول انا عايزه 500 طالب والباقي ده كمبيوترايزد، كله بالكمبيوتر، مفيش ابن خاله المحافظ وعم الوزير ووسايط. نو نو. وكل واحد هيدخل في منافسه في امتحانات الخبر. خبر تاني يعني. عشان بقى ايه موضوع التعليم ده ممكن نعمله برنامج. نفسي حلم حياتي والله اعمل برنامج للتعليم بس. طب اقول اخر حاجه. في يوليو اللي جاي يا جماعه هتبقى تفاصيل المشروع ده مطروحه بالكامل، وانه في اختراع عظيم لازم نتكلم عنه ان شاء الله في حلقات جايه اسمه بنك المعرفه، برضو ده مشروع كبير جدا جدا، نحب ان احنا نعمل حلقه خاصه عنه. فخلونا نفتح بس الموضوع ونقول انه بالراحه يا جماعه محدش يتخض ان شاء الله، يعني مش هنسيب ملف التعليم يروح زي ما راح. أنا أكرر ندائي قبل ما ندخل في الموضوع التاني يا معالي الوزير طارق شوقي تاني، ما يهمكش تسوق أفندي وأبلع اعتدال، حارب ودوس وفرم طالما هتحقق لينا نهضة في التعليم. موضوع تاني بقى كنا احنا اتكلمنا فيه في حلقة هنا قبل ما حد يعني قبل ما يطرح بقوة، كان جالنا المستشار سامح صدقي والراجل عرض فكرة، يعني عشان بس ما حدش يلعب بالالفاظ ويقول لكم بيع الجنسيه والجنسيه ليست للبيع، الموضوع نفسه الاسم فيه تلاعب. مستشار سامح صدقي لما جه معانا قال لك يا جماعه دي حوافز الاستثمار اللي بتقدم في دوله واحد واثنين وثلاثه. في حافز استثمار اسمه هديك اقامه لو اشتريت بيت، في حافز تاني اسمه لو حطيت عندي وديعه هديك كذا. ده مش اختراع. تركيا، امريكا، كندا، استراليا، النمسا، فرنسا، انجلترا، كل الدول دي بتعمل الافكار دي. وهنسمع تعليق على ما توصل اليه النهارده قرار وزير الداخليه بان اللي يشتري عقار ب 400,000 دولار ياخد اقامه 5 سنين، واللي يشتري ب 200,000 دولار ياخد 3 سنين، من المستشار سامح صدقي. سامح بيه ازاي حضرتك؟ اهلا مساء الخير يا فندم، ازاي الصحه؟ الله يخليك. سامح بيه كان لنا لقاء من شهرين تقريبا بخصوص الموضوع ده. مظبوط يا فندم. طب هل اللي تم ده هو اللي كنت حضرتك بتطرحه، ولا شايف ان في يعني تراجع او يعني انحراف عن المسار الطبيعي في الاستثمار في العالم؟ لا بالعكس، انا بشجعه جدا جدا وشايف ان هو قرار سليم 100% ومبسوط منه جدا، لان الحكومه ابتدت تتفاعل فعلا مع الاجواء العالميه وكل اللي بيحصل بره في البلاد الاوروبيه الاخرى. ما اقدرش اعلق على المبالغ اللي حضرتك ذكرتها دلوقتي وهي 400,000 دولار و 200,000 دولار، لانه لسه طبعا المذكره التفسيريه ما طلعتش، لكن كبدايه هايله جدا جدا، وده جزء من البرنامج الكلي اللي الحكومه ابتدت تنظر له، وهو انه اقامه مقابل استثمار في عقار، ودي حاجه كويسه جدا لانك هترفع وهتشجع شراء العقارات بعد ما كان في خمول في السوق بسبب طبعا انت عارف تعويم الجنيه. طيب انا يا استاذ سامح هو ده تحديدا سؤالي لحضرتك، اهلا بيك اولا وعايز اسال حضرتك. هو انا كنت بتابع كتير قوي مقترحاتك فيما يخص القطاع العقاري في مصر والشقق المقفوله وازاي نستغلها ونستفيد منها، وكانت كلها مقترحات تبدو انها تعمل انتعاش
رائع في السوق ده. هل تعتقد حضرتك ان دخول منافسين بالدولار في سوق العقارات مش يعني ممكن يكون الزاويه الايجابيه ان جالنا فلوس، لكن انه ممكن من ناحيه ثانيه يغلي سعر العقارات على كل المواطنين المصريين ويعمل لنا البالونه العقاريه المرتقبه اللي كتير من الخبراء بيحذروا منها؟ لا انا بختلف جدا مع حضرتك في الحته ديت، او بشرح لحضرتك الحته ديت. انت بتعاملي شريحه معينه من المستثمرين، مش بتعاملي ان حضرتك بتتكلمي عن 400,000 دولار، بتتكلمي على شقه ب 8 مليون جنيه. مش بنتكلم على شقه لمحدود الدخل. اوكي. بالعكس انا اللي هو في عندك كميه فيلل موجوده في التجمع الخامس، في الرحاب، في 6 اكتوبر، كل ديت مغلقه دلوقتي. ما فيش قدره شرائيه ان انت تشتريها. لما بالعكس لما يجي المستثمر يشتري، هتلاقي حضرتك الديفلوبر او الشخص اللي بنى الكومباوند دوت او كرم مجموعه الفيلات ديت اكيد هيعيد بناء الاستثمار مره ثانيه ويضخ اموال ثانيه في السوق العقاري المصري مره ثانيه. فدي حاجه كويسه مش حاجه وحشه. طيب ما هو انا ده سؤالي برضو، يمكن اوضح لحضرتك بس وجهه نظري، وده هيخلي المستثمر العقاري او المطور العقاري بيبني عقارات للفئه دي والفئه الثانيه الاقل. الفئه الثانيه هيبني للفئه الثانيه برضه، ما هو هيدور حركه الانتاج. ما هو لما هيشوف ان ده اكتفى وحصل اكتفاء هيبتدي يبص على الفئه الثانيه والثالثه والرابعه كل الجهات. مش معقول ان انا ابني كومباوند واحط مثلا في 100 مليون او 200 مليون وما اعرفش ابيعه. طب انا هفضل قاعد هو خلاص انا فلوسي اتجمدت، لكن لما افتح لهم شانل جديده او طريقه جديده ان هم يقدروا يبيعوا ليه لا. خصوصا سيادة المستشار، انت رجل لك باع طويل في الاقتصاد او في الامور يعني في الاستثمار عامه، بعد قانون الاستثمار وبعد الاجراءات اللي زي دي شايف ان احنا ماشيين صح؟ ماشيين صح. طب ناقصنا ايه؟ مشكلة فيها. ناقصنا ايه؟ مشكلة فيها خالص. بالعكس احنا لسه على فكرة قانون الاستثمار لسه ما ظهرش بالكامل لحد دلوقتي، برضه فيها حاجات لوائح فيه داخلية كتيرة جدا جدا، لكن ان انت بتوحد كله في ايد وزيرة الاستثمار انا موافق على الموضوع ده جدا، لانه مش طبيعي ان انا كمستثمر ادخل على وزاره الاستثمار في الاول وبعدين ابتدي اتجه لوزاره الصناعه وبعدين ابتدي اتجه لو انا لوزاره الزراعه وبعدين ابتدي اتجه مش عارف لو انا بعمل انتاج زراعي ابتدي. فانا حضرتك المستثمر بيدوخك لما كله توحدوا في وزاره واحده وهي تبقى صاحبه القرار. انا موافق عليها 100%. يعني حزمه الاجراءات، انا بتكلم على حزمه الاجراءات او الاتجاه اللي بقاله شهر تقريبا ما بين استثمار وتقرير وزاره الصناعه والاجراءات الجنسيه هل احنا كده حطينا رجلينا على اول الطريق الصحيح؟ انا موافق على حطينا رجلينا على الطريق الصحيح ده، انا موافق عليه 100%. يعني احنا بقالنا مده بنتكلم على منح الجنسيه مقابل وديعه او الاقامه مقابل وديعه او الاقامه مقابل استثمار عقاري. فكويس ابتدينا خطوه ان احنا وزير الداخليه اصدر قانون او قرار ان احنا ممكن يبقى في استثمار عقاري، ان انت تشتري فيلا او شقه ب 400,000 دولار وتاخد عليها اقامه بدل ما هي الشقه ديت مقفوله. اثنين، ابتدوا مجلس الدفاع القومي في البرلمان او الامن القومي وافق على مشروع الوديعه مقابل الاقامه، وده هتدخل لمصر مبالغ كبيره. بعدها اللي له طلب ان هو يتجنس الجنسيه المصريه بعد مرور فترة معينة من الزمن، أنا مش واثق على مبدأ الخمس سنين، دي مدة طويلة جدا ممكن تبقى خلال الخمس سنوات. يا فندم على فكرة المادة دي محل خلاف شديد بين أطياف الشعب المصري كله. مظبوط. بس هي هقول لحضرتك حاجة، لو واحد مقيم هنا عندك بقاله 15 سنة، طب ليه ما تحسبلوش الخمس سنين اللي هو قعدها؟ هو بس السؤال معلش اعذر جهلي يعني حضرتك. هو السؤال هو ايه الامتيازات اللي بيحصل عليها المستثمر لما بيتجنس بالجنسيه المصريه؟ هل امتيازات ضريبيه مثلا؟ من ضمنها ضريبيه عشان تبقى عارف حضرتك، يعني في بعض المستثمرين لو قلنا انا بتكلم بس خلينا نقسمهم الى ثلاث فئات. الفئه الاولانيه المقيمه هنا في مصر، دول مستثمرين موجودين في مصر وعايزين يقعدوا ويبقوا مطمنين ان هم قاعدين في البلد ويطلعوا فلوسهم ويشتغلوا. لكن لو هو قاعد حاسس ان هو خمسه تجدد كل سنه، خايف ان هو يدخل في مشروع كبير وبعدين تحصل مشاكل يقولوا له مع السلامه امشي، ودوت وارد. لكن لما تيجي تقولي له ان من حقك ان انت تقعد خمس سنوات وبعدها ان انت تطلب التجنس في البلد ديت لو انت نجحت وحسيت ان انت مرتاح في البلد ديت، ده بيحصل في كل دول العالم، مش حاجه جديده خالص. او مقيم بقاله 15 سنه او 20 سنه او اكثر من خمس سنوات اوريدي وعنده الشغل بتاعه شغال فبيحمي. تمام، نشكر حضرتك بتاعته بانه ليه لا. نشكرك شكرا جزيلا سياده المستشار على المداخله، كنت انتظرها كثيرا. معانا معالي الوزير دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. معالي الوزير مساء الخير يا فندم.
مساء النور، اهلا وسهلا يا فندم. اهلا بحضرتك دكتور طارق. احنا يعني بقالنا ايام طويله في البرنامج يعني بندعم حضرتك قلبا وقالبا ومعاك في القرارات الثوريه فيما يخص المدرسين، لكن الاهالي اتخضوا واتفزعوا من تصريحات حضرتك الاخيره بخصوص التطوير. محتاجين توضيح من حضرتك اولا على مساله انه يكون مجموع الثانويه العامه تراكمي لثلاث سنين. والله يا فندم يعني احنا مش عاوزين الناس لا تتخض ولا تتفزع ولا حاجه، ولا في تغيير مباغت كده، احنا وعدناهم بكده من الاول يعني. فاحنا بس بنحاول نبحث الامور، انت عارفه الناس بتطلب مننا نحكي لهم، ولما بنحكي لهم بيحصل جدل كبير جدا جدا، ما بيدوناش حتى فرصه نعمل الحاجه اللي بنقولها. فاحنا محتارين بين التشاور وبين ان احنا نعمل وبعدين نقول، ولكن على اي الاحوال احنا هدفنا كله تريح الناس مش تعذيب الناس. يعني اذا كان الحل المقترح لن يؤدي الى الهدف مش هنعمله. الهدف الاساسي المحوري بالنسبه لنا نجاح الوزاره، مش في ان الناس تدخل الثانويه العامه وما يبقاش فيها غش وبتاع وانه يخشوا الجامعه، ده مش النجاح. النجاح بالنسبه لي في القاموس اللي انا افهمه، هل الطلبه اللي قضوا معانا 12 سنه اتعلموا ولا ما اتعلموش؟ ده مظبوط. لو كانوا اتعلموا ومهاراتهم زادت وابتدوا يتعرفوا على ميولهم واستعدوا جيدا لمرحله جديده، يبقى احنا نجحنا. كل اللي احنا قلناه انه متهيألي في اتفاق عام على انه النظام الحالي لا يؤدي الى هذه النتيجه على الاقل كما نرجوها يعني. في ناس كويسين وفي طلبه شطار وفي مدارس كويسين، بس في المتوسط مستوى التعليم متفق من الجميع ومن الاغلبيه انه مش بالجوده اللي نرغبها. فاحنا بنقول بما انه كده لازم نشوف ليه. انا كان رايي انه انتقل اهتمامنا من التعلم الى الحصول على نمر، وده سيطر علينا وعمل لنا الحاله اللي حضرتك توصفيها. كان في فزع برضو لما عملنا موضوع البوكلت، رغم ان انا كررت كثيرا قد ايه هو تغيير بسيط. اللي خلى في حاله فزع هو النظام اللي احنا احترفناه بتاع الاجابه النموذجيه، وان هو كل الناس اتعلمت صناعه الحصول على المجموع. دي اللي احنا بنحاول نتعامل معاها، انه ننتقل من الشيء اللي احنا كلنا حفظناه ده وبندرب عليه الاطفال من ثلاث واربع، من ثالثه ورابع ابتدائي لحد ما يوصل للنقطه دي، الى نرجع نفسنا للاصل بقى، ان احنا جايين نتعلم مش جايين ناخد مجموع خالص. طب معالي الوزير معلش هستاذن حضرتك، عشان احنا يعني انا مقتنع باللي حضرتك بتقوله قلبا وقالبا ومؤيدك تماما، ولكن ستقابل بمعارضه شديده انا بسميه من الحرس القديم او من الناس اللي هي بتخشى التغيير المفاجئ. طيب الطلبه اللي داخلين اولى ثانوي اللي قلنا هنبدا بيهم نحضرهم للثانويه العامه الجديده، ما هي الطلبه دي نفس الطلبه اللي بقى لها 9 سنين بتدرس اتجاه او نظام تاني خالص، هل هنقدر فجاه كده نيجي للطالب اللي في ثالثه اعدادي اللي اتربى على الحفظ والتلقين من اولى ثانوي نحوله على اتجاه ان هو يعبر عن نفسه ويتكلم ويبقى له لا 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 لا، احنا ما قلناش هيعمل كده يا فندم. احنا واعيين تماما لانه في نظام مستقل، الناس اللي فيه اتربت بشكل معين والتغيير فيه لازم هيكون محدود، مش هنقدر. وده بالظبط السبب اللي خلانا نقول احنا محتاجين اذا كنا عاوزين نحقق احلامنا كامله نعمل نظام جديد نبدا بيه من الاطفال في الحضانه. فاحنا قررنا كثيرا ان احنا ماشيين في سكتين متوازيتين، واحده تعود على النظام القائم اللي ولادنا جواه، وواحده ثانيه بنصمم نظام أكثر يعني اقتحاما للمشكلة وأكثر طموحا، ده بقى نطبقه على الأطفال اللي داخلين حضانة أولى ابتدائي، وده لسه قدامه شوية. طيب السؤال اللي حضرتك لو جاوبت لنا عليه هتريح ناس كتير. لو أنا كطالب دلوقتي في ثالثة إعدادي ورايح أولى ثانوي السنة الجاية، حضرتك مش هتخليني عندي فزع الدرجات والإجابات النموذجية، أمال هتقيمني بعد ثالثة ثانوي إزاي؟ يعني هدخل الكلية اللي نفسي فيها إزاي؟ الجزء بتاع دخول الكليات هو الجزء اللي بنتعاون فيه مع وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات، وده العمل بيجري على حاجتين الحقيقة. واحد، نظام التقييم البديل خلال المرحلة الثانوية، ده بنشتغل عليه. أنا يعني الحقيقة بقى لنا النهاردة 14 ساعة في الشغل بنتكلم في الحاجات دي بقى فنيا، ونظام القبول في الجامعات بيعملوه زملائنا في التعليم العالي. ولكن بس عشان أريح الناس،
في عندهم يعني تخوفين أساسيين بيعملوهم من غير ما نفكر كده على طول نروح نصدرينهم. تمام. واحد هو إزاي في المرحلة الثانوية نتقيم والدراسة تبقى جميلة وما فيهاش ضغط عصبي. تمام. وإحنا خايفين إن المدرس يبقى في إيده الدرجات زي التجارب السابقة فيقوم يضغط علينا دروس بشكل وحاجات. بشكل أو آخر. هو ده أهم ده سؤال الأول يعني. ده تخوف نمرة واحد بناء على خبرتنا الحياتية للأسف يعني. الثاني هو القبول في الجامعة، وهل لو شلنا التنسيق هيبقى فيه تدخل بشري وواسطة ومحسوبية. بصراحة شديدة هم دول التخوفين. كل احنا بنقوله احنا مدركين هذه التخوفين زيكم بالظبط، وبنحاول نصمم ونبقى فشلنا لو ما تعملناش مع ده على الأقل يعني. أكيد لما قلنا هنعمل نظام بديل فإحنا واعيين لده وتأكدوا إن إحنا مش هنعمله لو ده حصل، كده يبقى فشلنا بقى. لأن الهدف زي ما قلت نرجع التعليم للمدرسة ونرجع نشيل الضغط العصبي والتكلفة، التكلفة الفظيعة، وبالتأكيد نلغي الدروس الخصوصية، مش هيبقى ليها مكان في الحدوتة خالص، ونتعامل مع محاولات اختراق السيستم الجديد. نفس الشيء هيحصل في القبول في الجامعة برضو، احنا واعيين جدا لفكرة العمل البشري وتأثيره على تحقيق العدالة، وبالتالي كل اللي قلناه احنا بنعرض الفكرة واحنا لسه بنشتغل عليها، فبس محتاجين ما نقتلش الفكرة بشدة الخوف من المجهول، لأن اللي عندنا لازم يتغير واحنا مصرين نغيره، فلا تراجع ولا رغبة على التغيير. مستوى المعلم نفسه اللي هيبقى قائم على هذا النظام ده برضه سؤال اكيد هيبقى مطروح، هل المستوى الحالي للمعلمين في مصر يصلح لهذا التطوير؟ عندنا معلمين واجر المعلم برضه، احنا النهارده عايزين نبطل دروس خصوصيه، ما عايزين نوفر له حياه كريمه. طيب بس ناخدهم واحده واحده. ما هو بص حضرتك، احنا بنقع دايما في فخ ان احنا نكركب الدنيا كلها في حته واحده. لو حضرتك مكاني وعرضت عليك العشر اسئله دول صعب ترد عليهم. لازم نبتدي من نقطه الاول ان احنا حددنا الرغبه بوضوح والقرار في التغيير الحتمي. لازم نغير، ما بقاش عندنا شيء نخسره بقى أكتر من كده خلاص. وبالتالي الخوف من إن إحنا نعمل حاجة صح مش لازم يوقفنا، مفروض نعملها صح ونتعاون إن إحنا نعملها صح، مش البديل إن إحنا نقعد نكسر الفكرة فنقوم ما نعملهاش خالص. اللي عاوز كده يبقى عاوز ولادنا ما يتعلموش، وإحنا لا نرضى بهذا. تمام. دي أول نقطة. تاني نقطة، المدرسين عندهم مشاكل كثيرة، بس مش هنشتغل بطريقة خطية. بنحل مشكلة الرواتب وهي مشكلة، بس ده ملوش علاقة بالكفاءة ولا بتأدية الواجب اليومي. يعني مش هنوقف واحدة عشان التانية. يعني ما ينفعش المدرس يقولي والله لو مزودش ما يدي مش هدرس. ما ينفعش يقول على قد فلوسنا. لا ما ينفعش. إذا كان مش بيحب المهنة يمتهن مهنة أخرى. بس إذا كان هيمتهن مهنة التعليم ففي مسؤولية مباشرة في الفصل قدام، زي الدكتور عنده عيان لازم يعالجه. ما ينفعش يقول له مش هعالجك الا لما تعمل لي كذا وكذا وكذا. دي نقطه. النقطه الثانيه ان احنا بنحاول، وامبارح اتكلم دكتور جمال شيحه كثيرا عن موضوع زياده المرتبات اللي احنا بنحاول نعملها، وحاول يحدد للناس حجم المشكله وتكلفتها والدوله بتحاول تعمل ايه. فده موضوع ما هنعلمه تماما، وقلنا ان المعلم يستحق اكتر من كده. بس لو حطينا دي على جنب ردا بقى على السؤال، لا، المعلم محتاج تطوير في الأداء حتى يتمشى مع الأفكار الجديدة، وده جزء من تصميم النظام الجديد اللي حضراتكم بتتكلموا عليه. ففعلا إعداد المعلمين جزء مهم جدا منه، عشان كده بنتكلم على إعداد 500,000 معلم في 12 شهر الجايين. فبس الناس لو جمعت اللي بنقوله هتلاقي إن كل العناصر شغالين عليها، وهو عمل صعب جدا ومتعدد الجبهات. فتحنا جبهات كتير، يعني جبهة تدريب المعلمين، وجبهة النهارده كنا بنشوف البروفة الأولى مثلا لربط مناهج العلوم والرياضيات ببنك المعرفة. الكلام ده مش أحلام مش وعود، احنا شفنا بروفة. البروفة دي هتخش المطبعة خلال أيام، وبالتالي احنا اللي بنقوله ده بنعمله، والناس هتخش التدريب ده بعد العيد مباشرة. المعلمين استاذ طارق، خطوات ضخمه يعني. دكتور طارق، يعني بكلام حضرتك يبدو فعلا يعني مبشر،
واحنا بدورنا زي ما كنا بنقول قبل ما نتصل بحضرتك، احنا عايزين مشروع قومي لدعم التعليم، واحنا كلنا هنعتبر نفسنا جنود في هذا المشروع لدعم حضرتك بصفتك وزير التربيه والتعليم. بنطلب منك بس طلب كده على الهوا انك تكون معانا بعد العيد برضو، يعني بعد رمضان، لانه اكيد هتكون ملامح هذا المشروع اكتملت اكتر، وتشرح لناس ولو أكتر قبل العيد وبعد العيد. اهلا وسهلا. والله يسعدني. وبس الرساله الوحيده والله بقول للناس يا جماعه، احنا مفروض بنشتغل مع بعض، وعشان كده بنحكي كل الحكايات دي مش عشان نزهقكم، يعني عشان نريحكم. اذا لم يكن النظام الجديد مريح لينا جميعا وبيحقق لنا الهدف، ملوش لازمه. بس احنا مش هنعمله ونخلي فيه الحاجات اللي تخوف دي. ف يعني ثقوا فينا ان شاء الله يمشي كويس. معالي الوزير طبعا واثقين جدا، ولكن امبارح كان في تصريح اثار الجدل عن 1,200,000 معلم، او يعني في المنظومه التعليميه، ان اللي هو مش يعني اللي اتقال انها بيعتبروا مرتب معونه اجتماعيه، وده التضخم الاداري اللي حاصل في اجهزه كتير في الدوله. هل حضرتك عندك خطه لحل المشكله دي؟ لا بس برضو عشان نبقى يعني نتحرى الدقه. انا قريت المعلمين، يعني انا ما حضرتش التصريح. حضرتك طبعا قلتها زي ما اتكتبت بالظبط. لا هو طبعا احنا بنعاني احيانا من اجتزاء الكلام اللي بنقوله عن طريق بعض، يعني بعض العناصر في الصحافة، فبتعمل البلبلة دي. أولا هذا الحديث كان في غرفة مغلقة، لم يكن مفترض أن في صحفيين في الأوضة، والسياق العام كان عن المواضيع اللي بنتكلم فيها دي، وكان جزء من الكلام هل جموع المعلمين مستعدة. كان الكلام على مجموعة محدودة جدا دخلت قطاع التعليم بعد الثورة بدون مؤهلات تربوية، كان الحديث عن هذه المجموعة بالتحديد وليس عن المعلمين ككل. فأنا كنت بقول والله إذا كان حد بيمتهن مهنة التعليم لمجرد أنها وظيفة بتدي وكل اهتمامه بالمرتب والحافز والنقل وبتاع، لا احنا عاوزين مدرس عنده الرغبة وعنده بيحب مهنة التعليم وحاسس بمسؤوليته تجاه الطلبة، وإلا الأحلام دي كلها مش هتتحقق. فكان مهم قوي أن احنا نفرق بين حد جاي هنا كموظف بعقلية موظف غير عابئ بالوظيفة، ولا حد حاببها. فده كان تفرقة مهمة بالنسبة لي، وتاني دي في قطاعات الدولة كلها. لازم كلنا بقى نحب اللي احنا بنعمله. صحيح كلنا محتاجين فلوس وظروف أحسن وكل حاجة، بس ما حدش بيعمل حاجة إلا وهو عنده نفس، يعني هو حاببها عشان يطلع. معالي الوزير، طيب يعني هو الوقت لا يتسع للكلام عن التعليم الفني، وعشان كده أتمنى حضرتك تشرفنا في أقرب فرصة، لأن برضو ملف التعليم الفني أنا حاسس شخصيا إن هو في تصريحات حضرتك مش واخد برضو نفس حجم الاهتمام بالثانوية العامة شوية. لا والله النهاردة الصبح بالذات، يعني النهاردة كنت حاضر حفل تخرج الدفعة الخامسة من مجمع التكنولوجي، محترم جدا في الأميرية، نفخر بيه يعني، بدعوكم تشوفوه وتشوفوا الخريجين بتوعه. بص التعليم الفني فيه مشاكل كتير، وهو جزء أساسي من اللي احنا بنتكلم عليه، بس الناس اتخضت فما ادتناش فرصة نكمل الشرح. النظام ده بتاع الثانوية وبعده استبدال التنسيق يضطرنا إلى إيجاد بدائل من التعليم الفني المحترم على مستوى الثانوي والجامعة. عشان كده الدكتور خالد عبد الغفار كان بيتكلم على كليات التكنولوجية بقى. إن احنا ما يبقاش التعليم العالي هو السكة الوحيدة زي دول العالم كلها، ومصر محتاجة فنيين على كفاءة عالية جدا علشان نتعامل مع التقنيات اللي حوالينا، بس لازم نرجع له مكانته الاجتماعية والفنية ونعمله مضبوط. وده طبعا على قمة اهتماماتنا، لان مش هيمشي السيستم ده من غير التاني. فزي ما حضراتكم شايفين هي قصة معقدة اصلها، ففيها عناصر كتير، بس ربنا يكون في عون حضرتك، يعني ربنا يكون في عون حضرتك، لان الملف فعلا صعب ومعقد، ولكن املنا في حضرتك كبير، واحنا وراك اعلامي. يمكن في قضايا كتير قوي في مصر الناس بتختلف فيها الا التعليم، يعني كلنا ورا حضرتك طالما هيبقى في ثوره وفي نقله حضاريه في التعليم. وبنشكر حضرتك، شكرا جزيلا معالي الوزير طارق شوقي. شكرا دكتور طارق شوقي. يعني عارف لما تحس انك ارتحت لما تسمع حد بسرعه كده، خلونا نقول شويه ملامح في الكلام اللي قاله دكتور طارق شوقي. احنا مش بنعمل دعايه دكتور طارق على فكره ولا شخصيا، يعني احنا بنتكلم عن هذا المنصب الخطير في مصر والحبل اللي متشعلقين كلنا فيه، ما عندناش امل تاني، ما عندناش رجاء في اي حاجه
قد ما رجانا في التعليم، وطول عمرنا بنقول اعملوا لنا مشروع قومي. دكتور طارق شوقي بسرعه كده خليني اقول لكم قال ايه في طريقه كلامه يخلينا نطمن. احنا بالتاكيد مش هنقول، مش هنبصم من غير ما نوافق او من غير ما يبقى في طرح. دكتور طارق قال حاجه لطيفه جدا، ان احنا هنقيم المدرسين وهيبقى في اسلوب لتقييم واعاده تقدير المدرسين. قال حاجه ثانيه انه هنتعامل مع محاولات اختراق النظام، يعني الراجل ده عارف انه احنا عندنا افه رهيبه اسمها الفساد بتدخل في كل فكره جميله وتبوظها، فقال احنا جاهزين اننا نتعامل مع محاولات افساد اصلاح التعليم، ولده اكيد هيحصل. عجبني قوي كلامه عن كمان فكره انه التغيير مش هنقف فيه لو خفنا من الارهاب الكلامي، يعني الارهاب اللساني اللي بيحصل طول الوقت لما حد يحاول يغير. الراجل ده يعني محل ثقه، هنمشي وراه، هنصدق، هنتناقش، ومش هنوافق من غير ما نفهم. يعني مالك زعلت ليه؟ لا بالعكس والله مبسوط. احمد فجاه يعني ما نفتكر الثانويه العامه او حاجه. احنا عمرنا لا حضر اصلا. لا والله يا رب، التعليم التعليم، يعني بصوا اقعدوا طول ما احنا قاعدين كده نقول التعليم 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 هو ده الحل، ومفيش حل غيره. خلينا ورا معالي الوزير ونطلع فاصل، والتعليم خد مننا وقت طويل ولكن ان شاء الله ياخد عمرنا كله، بس المهم اولادنا يتعلموا صح ونصلح ما افسده الدهر. بلاش حد عشان محدش يقول لي حاجه. الدهر يلا بعد الفاصل نكمل كلامنا.